هنعمل برجر مطبوخ. انا عندي هنا لحمه مفرومه، جايبه نص كيلو من اللحمه المفرومه، جايبه كوبايه من فول الصويا، برضو هخلي البرجر كتير، كوبايه من فول الصويا تمام، بصلايه مبشوره، نص كوبايه دقيق، بيضايه، خليكم بالكم التكات الصغيره دي، معلقه كبيره بيكنج باودر، معلقه كبيره من الثوم الباودر، ومعلقه كبيره من البصل الباودر، وشويه ملح وفلفل وبهارات تمام كده. ازاي هقولها؟ وبابريكا معايا، 3 معالق بابريكا اعزها، او معلقتين كبار يعني تبقى غامقه. اجيب بس حاجه اعجن فيها كبيره شويه كده، نص كيلو لحمه مفرومه، كوبايه فول صويا منقوعه، وبص معصوره ما فيهاش اي ميه، معصوره مصفيها كويس جدا. نخلي النص كيلو كيلو دلوقتي، بصلايه مبشوره هاخد برضو الايه الميه اعصرها كده منها ماشي، ما برمهاش الميه دي عشان حاجات مفيده برضو، بس هي بتفكلي البرجر بتفكلي الكفته فلازم اعصرها، بس مش هرمي الميه. انا ممكن احطها على الصلصه اللي هستعملها ليها تبقى حلوه جدا. بصوا الميه قد ايه طالعه، عشان بشرها بقالي شويه وسايباها ماشي. ادي كده ثواني، ادي كده ايه نص كيلو اللحمه عشان بس ما افصلش معلش، وكوبايه من فول الصويا المنقوعه، وبصلايه المبشوره، ركزوا معايا، نص كوبايه من الدقيق، نص كوبايه ده عشان ده اللي هيربط لي كل ده يخليه يمسك في بعضه، معلقه من البيكنج باودر علشان تنفشها لي ما تبقاش مكتومه ماشي، وبضايه برضو للربط او للعجن بمعنى اصح معايا. واحده واحده بقولك على كل حاجه وليه بنستعملها. يبقى نص كيلو من اللحمه المفرومه، كوبايه من فول الصويا المجروشه منقوعه ومتصفيه حلو جدا، بصلايه مبشوره وعصرتها حلو جدا وحطيتها برضو، نص كوبايه من الدقيق كربت، معلقه من البيكنج باودر علشان تنفش ومتبقاش مكتومه، بضايه علشان اعجن بيها، البهارات بقى بتاعتنا الحلوه تدي طعم حلو كده، معلقه كبيره من البصل الباودر، معلقه كبيره من الثوم الباودر تمام، ملح، ممكن اخد معلقه نص معلقه كبيره كده من الملح عشان تبقى ملحها حلو، ونص معلقه اقل من نص معلقه من الفلفل الاسود، معلقتين من البابريكا اللي هو الفلفل الفلفل الاحمر البارد ماشي تمام كده. ممكن تحطي بهارات، ممكن تحطي قرفه، ممكن تحطي جنزبيل، ممكن تحطي كمون اللي انت عايزاه، ممكن تحطي جوزه الطيب، يعني اي بهارات بقى لحمه حطيها عليها زي ما انت عايزه. انا سنه جوزه الطيب بس، حابه تحطي بقى اي حاجه تانية زي ما انت عايزه، يعني بهاراتك اللي انت عايزه. اعجن بقى ده كله، بسيبها شويه بس، عامه حتى لو ما عملتهاش بكبه وعملتها بايديكي، فول الصويا له شكله زي اللحمه المفرومه، تحسي دي قطع لحمه مش فول صويا، وطبعا يعني فول الصويا مغذي جدا برضو، بس كل حاجه كترتها بتاذي، والمعقول منها كويس صحي يعني، وهي قليلها صحي وكثيرها مؤذي. اسيبها بس شويه جوه بعضها كده، وبعدين ابدا طب هوريكم شكلها بالمره عشان اخش ان انا عايزه اعمل لها الايه، اعمل لها الصلصه بتاعتها عشان تبقى طبيخ بقى. فببدا ان انا بس بسم الله بسم الله، افتح كيس، انا جايبه لها خضار ايه معاها، جايبه لها بطاطس ده عشان الحاجه الشهيره جدا يعني كصينيه. حاضر اهو بصوا كده اهو، اعمل كوره، عايزه اروح لكم في حته تكون فاضيه شويه هنا، ادي كده البرجرايه اهي، احطها بقى في صينيه بس مدهونه بالزيت وعلى وشها زيت وخلاص كده تمام، واعملهم كلهم ودخلهم الفرن يستووا، ادخلها الفرن تستوي خالص
طب مطبوخه ازاي وهي تخش الفرن تستوي؟ انا هطبخها وهي مستويه تمام بالشكل كده اهي. انا هحط هنا يا سمنه يا زيت، ناخد بس حته سمنه صغنونه كده، عامل كاني بطبخ عادي خالص بقى، وبصل وتوم، بس استني شويه على البصلايه، وتوم، بطبخ طبيخ عادي جدا جدا جدا، واحط له عصير الطماطم واسيبه يتسبك. انا بس هنا هحط لكم ميه البصل لو سمحتوا هنا اهي، وعصير الطماطم عشان تتسبك، عشان ننزل فيها بعد كده البرجر تمام. هسيبها بس تغلي غلوه، وهروح حط عليها البطاطس والكوسه. انا بس قطعت بس البطاطسايه مع الكوستين احطهم على الصلصه، وبعد كده هنزل معاهم البرجر علشان انا كمان ابقى خلصت اكلتي زيها بالظبط. مش طعميه يا حبيبي دي برجر. تفضحنا بقى يقولوا علينا ايه، نعيش برجر دي ايه؟ تمام كده كويس، وهغطي عليها واسيبها تكمل سوا.